La communication, هي اللي عطانا الله سبحانه وتعالى رفع من المستوى الخلق ديالو هو العقل والكلام جوج الحوايج. اما البصر الحيوان كيشوف حتى هو، ولكن الحاجه اللي جعلنا الله حنا مرتفعين على المخلوقات اللي خلق كلها هي عطانا الله جوج الحوايج اللي هما اهم حاجه، هو اللسان كننطقو والعقل باش كنفكروا وندرسوا ونكومونيكيو. هذا هو الباور، هذا هو الباور، هادو اللي كيخص يستعملهم الانسان يعني المصلحه ديال الجميع. فهمتي، خصنا نستعملوا لا كومونيكاسيون كما قلت، يعملوا دوك السينمات يجددوهم ينقيوهم ويعملوهم يصلحوهم لهاد لا كومونيكاسيون باش الناس تلقى فين تعبر. الا كانوا لي فوروم، الا كانوا هاد المواقع ما عرفتش نقولهم بالعربيه، الا غادي يكونوا غادي يسهلوا بزاف علينا حنا. وغادي هذوك المسؤولين اللي هما السياسيين اللي هما يجيو يتحاوروا معنا غادي يوليو قراب للشعب، غادي يحسوا ما غاديش يكون واحد الفرق. ما كنشوفوهمش، ما بقينا نشوفوهم في المنصه بحال اللي كنشوفوهم، كنشوفهم بعاد علينا، بيننا وبينهم تلفازه ولا شاشه. يعني هادي راه بسيكولوجيكمون زعما يعني خص تفكروا، يعني خص راه عندها واحد المعنى مهم بزاف. ما نبقاش نشوفوا على ان وزير مخالف عنا، حنا راه حتى هو مواطن مغربي، وهو حتى هو يشوفنا بان حتى حنا راه مواطنين يقرب لينا، وهذه هي اللي غادي تجعل واحد لا كومونيكاسيون. يعني راه بغيت نعطيكم واحد المثال صغير، ما بغيتش نطول. يعني شوف الا ربيتي حاشكم واحد الحيوان بحال الكلب، يعني شوف الناس اللي كيعاطفوا على ذاك الحيوان، ولا قطه ولا اسمو، الا كنتي مقارب لذاك الحيوان راه ذاك الحيوان كيحس بك وكيقدرك. الا كنتي ماشي كتعطي غير الماكله وتلوح ليه الماكله هكذا، تلوح ليه العظم، لا كتقرب ليه، راه حيوان هذاك، كتقرب ليه وكتمسو وكتكاريسي، تعطي لي كاريس، كيحس بالمعنويه ديالك، كيحس بانك تحبو. راه ماشي غير الماكله، راه كاينه فيها واحد المعنى بسيكولوجيكمون مهمه بزاف. كطفل حتى الاب مع الاطفال ديالو، الا كنتي كتقارب الاطفال ديالك كتحضنهم وكتعطف عليهم، ماشي غير كتشري ليه الحوايج ولا تعطيه الفلوس كتلحهم ليه يهزهم من الارض، ولا كتجمل عليه، كاع داكشي اللي كدير ليه في الاخر ملي كيكون كيطلب منك شي حاجه ولا شي حاجه كتبقى تجمل عليه، كتبقى تقول لي انا شريت ليك وانا درت ليك وانا فعلت ليك وانا. هاد المونتاليتي خصها تغير، نبداو من الديور، من كل افراد العائله راهم مسؤولين، حتى هما راه ماشي غير الوزير اللي مسؤول ولا الدوله اللي مسؤوله، راه الوالدين حتى هما مسؤولين على هاد المهمه. ماشي تولد الاولاد وتخلي الاولاد يربيو ريوسهم، راه عشنا في هادشي يا عباد الله، راه كبرنا حنا راه مغاربه وعشنا في هادشي، عشنا فيه، كبرنا فيه وكنعرفوه، طوروا ريوسنا بيدينا. الوالد خصو يكون مقارب لولادو، خصو يكومونيكي مع ولادو، وخصو يلاحظ يراقب ولادو ويربيهم. الى مثلا كياكلوا كناكل معاهم ونشوف كيفاش ياكلوا ونكوريكتيهم، الى كيهضروا نشوف كيفاش يهضروا ونكوريكتي. بمسؤول صاحبي، انت البو خصك تكون مسؤول، ولا اللي ما اللي توفى لي المسكين الوالدين الله يرحمه، وعند الوالده كنهضر معاك، كوني امي انت مسؤوله. انت الا انت عندك هذاك الدري ولا الدريليه ولا عندك اسمه ما عندكش الراجل، انت فيك الراجل وفيك المراه. وراها كاينه يعني علوم اللي هي يعني واقعيه اللي هي شرحوها الناس، شرحوها العلماء في هذه الدول الغربيه. كتلقى الام الا كانت كتعمل دور الرجل والمراه، كيخرجوا الدراري صلاح خير من الرجل، خير من الاسره اللي عندها البول والام. نتوما الاساس اذا الله يكون في عوانكم، يعني ناحيه قضيه الصالير ما قادكمش قد ما، واخا الدوله تعطيكم شحال ما عطيكم
ما عطاتكم راه كتستاهلوا اكثر. الناس اللي هما مساك البوليس حتى هما اللي كيحميونا، راه قد ما خلصتكم الدوله راه ما قادكمش. والعسكر مساك اللي هما في الحدود اللي راه كنساوهم، راه ما كنهضروش عليهم، راه كنساوهم. هذوك الناس اللي هما في الحدود واسمو وحاضيننا ومساكن مستعدين يموتوا على قبل بلادهم علينا حنا، راه تا هما خصهم واحد الصالير، خصهم تا هما مساكن ماشي غير يكون عندهم صالير، خص يديروا لهم مارشيات، خصهم يكونوا عندهم السوبر ماركت ديالهم بحال اللي كيديروا هنا في الميريكان. السوبر ماركت ديالهم تعطيهم لي كارت بحال الكارت بحال لي كارت، ياخذوا واحد الحاجه يعني ب 50% ولا تا هما، ماشي غير الصالير، تزيدهم شويه في الصالير وتعطيهم سمو تا هما، تعطيهم امتيازات، تعطيهم لي كارت تفرقوا عليهم الدوله. هادشي كنقول انا الدوله تعطيهم لي كارت باش يمشيو لذاك السوبر مارشي اللي هو ديال العسكر، يكونوا حتى الشعب ديالنا هنا يدخل ليه، ولكن هو لا محسوب على الطريقة العسكر، وهما بهذيك لا كارت ياخذوا الحاجه ب 50% طايحه ب 50%، اي حاجه ياخذوها ب 50% يستاهلوا على الاقل 25% ولا 20%. والناس ضعافة، هذه حاجه نقطه مهمه اللي بغيت نقول، خاص المسؤولين يعطيو بحال محمد زيان قال واحد القضيه مهمه، قال لك يعني هاد القضيه ديال الرخص اسمو خصكم ترخصوهم، بحال كيقول خاصكم ديروا تسهيلات، الا درتوا تسهيلات غادي يجيو الناس انفيستيو، حتى المغاربه ماشي غير حنا، ما كنتسناوش الناس يجيو حنا، اللي جاو مرحبا به، اللي جا مرحبا به، ولكن حنا راه في القدره ديالنا نخلقوا الشغل. راه لي بروبليم هو سي لا كرياسيون دومبلوا، الا ما كانوش عندنا دي بروبليم صافي. انا لوروب فين شي لوروب فين وقع عليها الشوماج، ماشي ما عندهاش فلوس، وقع عليها في الشوماج لانهم بناو سالاو وتهجموا يعني قداو على المشاكل ديالهم، تخلبوا على المشاكل ديالهم، هما مشات لهم ما بقاش شغل. الا بنيتي كاع المغرب كله العمارات والناس كلها ساكنه، ما بقاش الشغل، ما بقاش لامبلوا، ما غاديش يبقى لامبلوا، يعني منطقي هادشي. دونك المغرب حنا باقي خاوي، باقي فارغ، وما مشيش بعيد. بغيت نرجع على القضيه ديال المشاكل ديال الشغل، حنا المدارس خصنا نبنيو مدارس وندير فيهم لي كانتين، هما لي كانتين غادي يخدموا لي كويزيني، غادي يخدموا الميناج الكوزينه، والناس غتبيع غادي الروج الخضره والماكله واسمو الجزار غادي يروج، واسمو الفورنيتور اللي كيفورني الماكله واسمو غادي يروج. الدراري اللي هما جاوا باش يقراو غادي يقراو، لان كيعرف براسو غادي يجيب تشوخ يجي، ما يبغيش هو كاع يمشي للدار، لان الراحه ديالو النفسانيه كترتاح في المدرسه ما كترتاحش له في الدار. ونعطيو الاطفال نعطيهم وقت، يدوزوا الوقت كثير في المدرسه من حيث من اللي يقراو وياكلوا ويسالوا ويستراحوا، ونديروا لهم مثلا جرادي ولا بلايص كراسي، كراسه ولا اقسام خاويين فين يجلسوا فين يناقشوا فين يتحاوروا، لانهم اذا دوزوا الوقت ديالهم في المدرسه يقدروا يتمعنوا ويقدروا يتقفوا ريوسهم ويقدروا يستافدوا في المدرسه على الوقت اللي هو غادي يدوزوه في الدار، لان الدار ما كتقرش، الديور ما كيقرش، ديورنا حنا ما كيقروناش، كيوكلونا الى عندهم الامكانيات، وكاين بعض الديور تيقول لي سير خرج برا على راسك، سير كل برا، ما عنديش الله غال، ما عندهم الوالدين ما عندهمش، ولا الوالدين فيهم با كيشربوا ولا اسمو كيطعن في ولادو. يعني بغيت نقول انا الطفل خصو يدوز الوقت ديالو في المدرسه، الوقت ديالو كافي كل يدوز في المدرسه، لان الا درتو هاد القضيه غادي تولي الطفل عنده غير الوقت اللي الشيط غيمشي غير للدار ينعس، ما في الصباح غيصبح غادي واقيلا غادي يفيق يغسل وجهه اسمو يقول لوالديه لا الشكاره ديالو يقول لي سمحوا لي انا غادي للمدرسه، لا فطروا عنتوما، ما بقاش عنده هو كاع غرض. غادي هنا كتعطي واحد الفرصه للطفل باش كيولي يحب المدرسه، مش مدرسه فيها 50 ولا 60 طفل في القسم.
اللي كيغوت كيغوت، واللي كيضرب هذا واللي كيجرب هذا، واللي كيقص اللي كيضرب الاخر قاعد، ولا كيضربوا الحجره، ولا كيضربوا المسكه، ولا كيضربوا اسمو لا كونسونطراسيون. كيفاش غتكونسونطر الدريه؟ كيفاش غتكونسونطر؟ خاصو هذا الدري تكون عنده لا كونسونطراسيون. باش غتكون عنده لا كونسونطراسيون الا كانت كرش خاويه، هذه الاولى كرش خاويه ما وقتش ما يمكنش يتكونسونطر. ولا كنت اذا كان واكل شبعان وجف هو جالس في 50 قسم في 50 واحد، كيفاش غيتكونسونطر الدري؟ كيفاش غيتسنط؟ كيفاش غيتبع الاستاذ؟ والاستاذ كيفاش غادي يقنع؟ غتكون عنده واحد القناعه باش يوصل الميساج ديال الدري، كيفاش غيفهم الدري؟ واخا كاع يدور بالدري بالدري بالدري، راه ما يجي يوصل ل 50 واحد حتى تيسال الوقت ديال الدراسه، الساعه راه دازت. وهادشي راه ماشي خص اينشتاين، خصنا اينشتاين باش يشرح لنا، راه ما كيحتاجش الساينس باش يشرح لنا هادشي، راه كنعيشو فيه وكنشوفو، وعشنا فيه ومازال زايدين فيه، مازال زايدين فيه. وانا كنتمنى كنتمنى هاد الميساج يوصل بالاخص يوصل للمعنيين، وانا كنتمنى تفتح لي فرصة، لان ماشي نقول لكم انا ماشي سعيد في الحياة ديالي، لان ما عندي تفرقت توفات ديال الله الله يرحمها ويمسي عليها، مابقاش عندي انا القدرة، مابقاش عندي الحياة اللي نعيشها انا. هاد القناعة وهاد الشخصية اللي عندي، لو كنت مسؤول في الدولة المغرب اقسم لك يمينا هاد الساعة والله ما ناخذ الصالير، وإلا خديت الصالير إلا خديته غادي نستعملو